فقوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، فيه استعاذة بكلمات الله عز وجل. والاستعاذة بكلمات الله عز وجل تفيدنا بشيء، وهو أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوقة، وذلك لأن المخلوق كما سبق لا يجوز أن يستعاذ به، فدل على أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوقة، وأنها تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وذلك لأن كلمات الله عز وجل من صفاته، وصفاته تابعة لذاته عز وجل، وذاته ليست مخلوقة، وصفاته غير مخلوقة. من ثم فإننا نستفيد فائدة، وهي أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. وكلمات الله عز وجل الظاهر أنه يراد منها الكلمات الشرعية وهي القرآن، ثم وصفت هذه الكلمات بأنها تامات، والتامات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهذا دليل آخر على كمال كلمات الله عز وجل، وأنها ليست مخلوقة، وذلك لأن المخلوق يلحقه النقص والعيب. فيعد هذا الدليل دليلا على معتقد أهل السنة والجماعة من أن كلام الله عز وجل وهو القرآن منزل غير مخلوق.